يومك مبارك عزيز المشاهد وأهلا وسهلا بك في هذه اللحظات الأخيرة التي كانت هي لحظات الطف الأخيرة ثمانية أيام الإمام الحسين وصل إلى الطف يوم اثنين محرم وفي العاشر من محرم بدأ الهجوم على معسكر الإمام الحسين، الإمام الحسين في هذه الليلة كان قد وضع كثيرا من الحطب وغيرها في جانب معين وقال للنسوة إن هاجمكم العدو فاظلموا النار حتى يحموا بها. واستعد للقتال بعد ان صلى بالجموع ووضع الرايه بيد الامام العباس ووضع الميسره بيد الحر والميمنه بيد زهير بن القين وبدات الحرب بطريقه جبانه حيث بداها عبر سعد بسهم وقال اشهدوا لي أمام يزيد أنني أول من رمى الحسين بسهم فقال له فخرا 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 يعني يا ابن سعد فخر وهو على فرسه مبتسما أنه أول من رمى معسكر الإمام الحسين عليه السلام بسهم وبدأت بهذه الطريقة ولذلك كانت السهام تنهال على معسكر الإمام الحسين وكانت خطة الإمام الحسين عليه السلام أن لا تصاب النسوة والأطفال فكان قد عمل نوعاً من الغائط البسيط داخل الخيام بحيث عندما ينبطح الإنسان فإن السهام لا تصيبه هذا كانت خطة الإمام الحسين أن لا تصاب النساء والاطفال. وعمل ايضا بعض السواتر البسيطه حتى عندما تاتي السهام بشكل كبير لا تصيب الرجال. ولهذا الحقيقه كانت هنالك الامام الحسين عليه السلام يعني قبل ان تبدا الحرب كما قلنا وثمانيه ايام يحاورهم بدأت أصوات تخرج فذلك الإمام الحسين عليه السلام شاهد اثنين كانوا من ضمن المراسلين الإمام الحسين طبعا هذه دائما أحكي عنها وأقول أن أهل الكوفة هم من وقفوا مع الإمام الحسين وهم الذين دفعوا بحارا من الدماء لأهل البيت وكل ثورات أهل البيت في الكوفة ولا تشيع ولا حب ولا ولاء لأهل البيت بدون الكوفة بدون العراق وهذه قضية أن هل الكوفة قتل الحسين هذا هذه فرية وأكذوبة وهذه أقولها في كل برامج حتى لو كانت متكررة الإمام الحسين عندما خرج من حجاز كان بآل بيته وبعضا من الحجازين لكن من وصل إلى زبالة وسبع باستشهاد مسلم بن عقيل قال خلاص خذوا الليلة جملا وارجعوا وأنا فرجع بعض من الحجازيين فأثناء مجيئة من زبالة إلى الكربلاء انضم إليه خمسين من الرجال من أهل الكوفة اللي هزموا من تعرف سياج حصار حول الكوفة آه ابن زياد آه حتى لا يعرفون بمجيء الإمام الحسين سووا حصار ووضع مسلحة يعني سيطر على كل دار ومنع التجول واعتقل كل قادة الرأي كل زعماء العشائر وبالتالي لا أحد يعلم بأن الحسين قد وصل لم يعلموا إلا بعد استشهاد الإمام الحسين وجيء بالراس الشريفه الى مسجد الكوفه وحمله ابن زياد وذلك حصلت المقتله وهاجت الكوفه وقتل حوالي 17 شخص من بني اسد، لهذا الامام الحسين عليه السلام شاهد اثنين تصوروا يعني حجر بن ابجر فنظر اليه فقال له الم تراسلني انت؟ قال لا, لا لم أراسلك طبعا كل اللي راسلوا الإمام الحسين هم كانوا محاصرين ومعتقلين يعني هاي واحد يقول لك بأن أهل الكوفة دزوا عليه وقتلوا هذه أكذوبة 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 صراع طائفي خاطر ينالون المتشع يقول لك آه أهل العراق قتلوا أهله ولذلك هذا اللي يقولها الأندلسي ابن حجر يقول بأن الروافض هم الذين دعوا الإمام الحسين وقتلوه كما دعوا أبوه وقتلوه وكما دعوا زي زيد بن علي وقتلوه الرافض هذا دينهم يعني شوف هي النيل من التشيع يعني فريه أو جدوه يعني حقيقة الكوفة كوفتنا نحبها وتحبنا كما قال الإمام علي شنو يجامل الإمام علي تأكيد وذكر الكوفة بكلمات لم يذكرها بحق أي مدينة وذا قال له ألم تراسلني؟ قال لا أنا لم أراسل فهذا حجر من الأبجار في زمن الإمام علي كان موجود في جيش الإمام علي يعني في الكوفة فأحد النصارى مات وهو أبو أحد المسلمين هو تعرفون الكوفة كانت تابعة للحيرة والحيرة كانت مدينة مسيحية يعني أغلب نسبة كبيرة جدا من أهل الكوفة كانوا مسيحيين فعندما مات ابو المسلم وهو كان نصراني فشيع فاجوا المسلمين شيعوا النصراني معه فشاهدهم الامام علي قال بارك الله بكم يعني ان تقفون وتشيعون هذا النصراني وهو ابو زميلكم وبالتالي بارك الامام علي من الذي انزعج حجر هذا شال السيف قالوا لهم أيها الكفرة أتمشون وراء نصراني، فالإمام علي سمع قال لا بارك الله فيه، قال لا بارك الله فيه لفعلته غار على المسلمين اللي ماشيين بجنازة آه هذا النصراني، لذلك آه لذلك آه هذا الرجل كان ملعون ملعون بشكل آه آه منذ القديم يعني. هذا هو واحد من الناس الذي راسلوا الامام الحسين ووقف مع ابن زياد لكن جزء كبير جدا من جيش ابن زياد التحق بالامام الحسين عندما كان يخاطبهم يعني وكثير خرجوا وكثير هربوا من السجن وجاءوا خمسين كل شهداء الطف اللي هم 72 22 من ال البيت اخوه الامام علي واخوه الامام الحسين وابناء الامام علي وابناء الإمام الحسن والخمسين من اهل الكوفه فكيف يكون اهل الكوفه غدروا به؟ محاصر المدينه ومعتقلين وهذا فكيف يقول لك انه دزوا عليه ومن اجى غدروا لا ما كان ولا ابن زياد عندما شاهد الكوفه ثائره لصالح الحسين قال لك هذول اذا وصل الحسين سيأثرون علينا وبالتالي حاصر المدينه واعتقل الناس وسوى من اعتجوا. هذه هذه اكررها في كل ايضا اسمع من التخرصات بانه شمر كان في جيش الإمام علي نعم الإمام علي كان خليفة عنده جيش اسمه الخلافة هو نفس جيش عثمان بن عفان وجيش عمر بن الخطاب وجيش أبو بكر ومنافسهم نفسهم دولة يعني هؤلاء ينتقلون وبالتالي هو ما كان موالي لعلي بن أبي طالب حتى يكون بها. هو في الجيش الخلافة الإسلامية فذلك كيف يعني هذه طبيعية البشر يتغيرون يعني الزبير الزبير كان من أحب الناس لعلي بن أبي حتى أن مرة كان يمسك الإمام علي فقال الرسول له أتحب عليا يا زبير؟ قال إي والله قال ولكنك ستحمل السيف ظالما له وهذا ما معركة الجمل قال له الزبير وهم طلع قال أين الزبير؟ ما عدا مما بدا شنو؟ ليش؟ أول واحد بايعتني قال أتذكر يا زبير عندما رآنا الرسول وقال أتؤيد تحبه قلت له بلى قال وستخرج عليه ظالما بسيفك قال إي والله لقد أنسان الشيطان دب السيف ورجع ومن استشهد قتل هذا المجرم بقايا يصلي بن رجع قال شال السيف الإمام علي وبكى قال يا ما دافع عن الإسلام وعن رسول الله شوف الإمام علي ما عنده بالسياسة ولا عنده بالنفاق حتى في حالة الحرب يمتدح أعداءه فالزبير كان من احب الناس لعلي بن ابي طالب والزبير عندما حصلت الخلافه بعد وفاه الرسول واصبحت الخلافه جاء الى بيت الامام علي قال له بايع قال لا ابايع قال والله نفعل الأفعيل بايع قال والله لا ابايع من الذي حمل السيف وطردهم الزبير زبير حتى جرح منهم جماعه من شنو اتقفون بدار علي اتريدون عليا بالسوء؟ وما قدروا يسيطروا عليه، زبير كان شرس وشجاع. هاي حادث العرب يشيلون حديده ثلاثة أربعة شهور يرموها على المقاتل فتوقع على صدره ومن يوقع يلزموه، هذه الطريقة لزموه، ورادوا يقتلوه. الصحابي عمر قال لهم لا ستكون فتنة ويتقاتل المسلمين ما بين هاشم ما بني هاشم سيخرجون. يعني مسكوه فقط، أوثقوه. والزبير كان اشد موالي علي بن طالب وهو الذي اول من بايع علي بن طالب لكن بعدين في في الجمال حمل السيف هذه تحصل هذه تحصل لا فيها ما لامام علي ولا شيء الناس تتغير الناس تتاثر هم ليسوا انبياء وذلك هذه هذا الحدث يصير يعني الشمر كان في جيش علي وجيش الحسن وكان ايضا في جيش عثمان هو جندي ولذلك هذه لا تعتبر سبة يعني لأهل البيت ذلك يجب أن ننظر بنظرة موضوعية ما مو والله مش كان بجيش, يعني بجيش, بجيش علي يعني أدري شو هو كان بجيش عثمان وبجيش يعني وهي مقر الخلافة كانت الكوفة وهو بالجيش انحرف انحرف وصاروا الأمويين يعني والجيش الأموي هو تابع لمعاوية هو جيش الإمام علي انضموا ويا جيش المع... معاوية وصار جيش واحد هو جيش المسلمين كان يقودهم معاوية فإذا هو جيش علي انضم لجيش الخلافة الإسلامية والله شنو والله كان في جيش هذا الشمر من ذو الجوشن اسمه ذو الجوشن الجوشن هو الدرع هذا رجل كان معروف عنه يعني حتى كان عندما يدعو يصل بالحج اللهم اني كريم كما انت كريم اللهم اني احب الناس كما انت تحب الناس وكرمنيال فيضع نفسه فكان انسان معروف عنه بالسفه يعني هذا الشمر ابن الجوشن وبالتالي كان من اشد اعداء الامام الحسين لانه كان يبحث عن الدنيا وكان يبحث عن الجائزه الامام الحسين عليه السلام في اليوم العاشر بقى ليلته متجها الى الله سبحانه وتعالى لم ينم يدعو الله ويستغفره ويقول لهم ادعوا في هذا الليل لم يقل يا ربي نجني ولا يقول ربي خلصني ولا يقول هذا يدعو الله استغفارا أيها العظيم ربي اغفر لي ربي وكانوا يسبحون بحمده لا يسبحون دعوة للخلاص ولذلك قضى ليلته هكذا فكان يبقى أمام الخيام كلما سقط واحدا كان يبكي عليه ولذلك إمام الحسين كان اسدا عندما يرى احد المقاتلين يغير على معسكر الاعداء كان يغير لانقاذه وحصلت حتى عندما بقى فقط العباس الى جانبه اغار العباس عليه السلام ووصل الى نهر العلقمي يعني ليس الفرات كما يتصور البعض المعركه حصلت على نهر العلقم وهو نهر قادم من الفرات فعندما ذهب الامام العباس عليه السلام كان شجاعا وعظيم شجاعته ووصل وشق الصفوف للامويين وضعوا الجيش ما بين المعسكر الحسين وما بين الماء حتى لا يشربوا الماء من يوم اثنين اثنين محرم الى عشرة محرم لم تصلهم قطره من الماء لذلك الامام العباس ذهب لكي يملا القربة ولكن انهالوا عليه بالسهام وبالتالي عندما عاد قطعت يده اليمنى ولذلك مسك القربه باليسرى فقطعت فحملها به قال على الاقل أصل بالماء ولكنهم طبعا ضربوه بعد ذلك برمح واستشهد الامام العباس عليه السلام ولذلك اغار الامام الحسين لينقذه فقال إيه الان انكسر ظهري باستشهاد الامام العباس عليه السلام ولذلك الامام العباس استشهد ودفن في نفس مكانه على نهر العلقبي لذلك تلاحظون الان اكو مي مياه جوفيه في قبر الامام العباس لانه هذا المهر كان ممر لنهر نهر أربعة امتار 5 امتار اسمه نهر العلقم ولذلك الاف السنين بالتالي به مياه جوفيه كثيره يعني بعيدا شويه عن قبر الامام الحسين عليه السلام. الامام الحسين عليه السلام كان يولي اول ما قدم ابنائه ثم قدم اخوته لم يشأ ان يقتل هنالك طفل تصور الامام الحسين هذا الانسان من شده السهام اللي جت البعض يقول سبعين سهما ثمانين سهما عندما سقط الامام الحسين عليه السلام سقط على ركبته تقول مصادر اصبح مثل القنفذ اللي به اشواك يعني السهام <applause> التي به وبالتالي استشهد في هذه الحاله في هذه اللحظات وبذلك اقول لكم شكرا جزيلا والى اللقاء